يا منيب الدعاء أجب الإهانة. ها تكرار سيدي. ولقد نطقنا الجبل. كيفاش؟ فانا حزب لأي حزب؟ حزب 14 فرض ايه؟ اه 18 ايه؟ منين اش تبدأت؟ اش حضرت؟ الأعراف من الأخير. الأعراف هاي وإذ نطقنا الجبل فوقه هاي استعيذي بالله هاي استعيذي بالله أيوه. بسم الله الرحمن الرحيم ونطقنا وإذ نطقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم أيوه. خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أيوة. أفتهلكنا بما فعل المبطلون امشي. وكذلك نفصل الآيات لقوم ولعلهم يتقون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياته فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه ولكنه أخلد إلى الأرض يكفي سامحني نقرا الاخرى لاني حاب حتى نوصلولها نجزو يحيي حتى نوصلولها الاخرى كي نوصلولها تو نعيط لك قول لي راني حافظه من هنا يلا فهمنا يلا باش نعاودوا هذا ان شاء الله ميسالش طيب نحي لك المرفع من قدامك وعاود اقرا اللي قراته من اول الحزب حتى نفهم رواحنا احنا فين. وإذ نطقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم أيوة. خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى
شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. صحيح. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا، فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. إيه يا ذكر سمون، يعطيك الصحة، شكرا. آية اللي بعده، شكون عنده الرقم اللي بعده؟ ثلاثة. طيب. مرتين. يا بسم الله. مرحبا. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه، سيجزون ما كانوا يعملون. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وأملي لهم إن كيدي متين. أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة، ما بصاحبهم من جنة، إن هو إلا نذير مبين. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، فبأي حديث بعده يؤمنون. من يضلل الله فلا هادي له، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ما شاء الله، يعطيك الصحة، شكرا. هذاك ربع، بارك الله فيك. اللي بعده، هاي الرقم اللي بعده، مرحبا. مرة. قل لا أملك لنفسي. مرحبا، يا أهلا وسهلا.
قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. هو الذي جعلكم والذي خلقكم والذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وجعل منها زوجها وبث لا في عقل تعود الله هو الذي خلقكم من نفس واحدة والذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها صحيح. فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما ما آتاهما صالحا جعلا له شركا فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم لم تدعوا سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون صحيح إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فدعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوكم وتراهم لا يسمعوك فيه وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون تلاوة طيبة بارك الله فيك يعطيك الصحة شكرا هاي الرقم اللي بعد تلاوتها طيبة ما شاء الله لا كيفاش الرقم اللي بعد؟ ها؟ أربعة خمسة يعني إذا التول اللي بشجيع هو رقم خمسة. في رقم خمسة موجود؟ يا مرحبا. السلام. أعملوا بات جواد، أعملوا أرقام مفيدة حتى. فهمنا؟ ها هو رقم خمسة توصل مريقة مفيد نحو بالأرقام ولا مش أرقام مفيد نحو يلا خلص بالعفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين
صح. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. صحيح. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. أحسنت ما شاء الله، تلاوة طيبة، شكرا. هو الإنسان دائما وأبدا لابد أن يكون ملما بالمدارس اللي هي مقروء بها. وتعرف المدارس اللي عندنا المدرسة نبدأ بها التونسية والمدرسة الشامية المدرسة المصرية. هذا علاش أنا أقول هك؟ لأن أحيانا لما يقرأ متسابق في المسابقات يكون المحكم عنده شوية عصبية للمدرسة نتاعه يخلق مشاكل للمتسابق. فهمتوا كيفاش؟ مثلا المسابقات اللي تجرى يكون محكم يقرأ مثلا بالمدرسة الشامية مثلا، إذا كان المتسابق ما يقرأش كيفه يحسب له كلها أخطاء، وهذا فيه ظلم في الحقيقة. ولا حتى كان تونسية مثلا إذا ما يقرأش كيفه هذا أنا نسميه عصبية. في الحقيقة يجب الإنسان يكون ملم بالمدارس الكل ونخليه المتسابق يقرأ كما هو المفيد الأداء كان صحيح. أنت من المدرسة من المدارس فهمت؟ لأن ذي خلق لنا مشاكل شوية في المسابقة الأخيرة. تقول الأخت لما تقرأ ما شاء الله مدرسة شامية ظاهرة أختنا، غيرها مثلا يقرأ مدرسة عادية مدرسة تونسية مثلا نحسب لها أخطاء؟ نحسب ولا ما نحسبوش أخطاء برأيكم؟ لا، النطق هو النطق في الحقيقة، النطق مثلا مش خلاف كبير. أنا مثلا مدرسة الشامية رأى ثم تعسف ملحوظ في بعض الحروف غيره لا. مثلا نحن نجي سورة العصر، هات تشوفوها الإخوة من أهل الشام كيف يقرأون، يقولوا مثلا والعصر. موجود ولا مش موجود؟ يعني تعصرت أنا هنا نجم نكمل معاش النجم. بينما الإخوة مثلا سواء كان من مصر ولا من تونس يقولوا والعصر. إيش لاحظتوا؟ ثانية غلطة ولا مش غلطة؟ تمشي ولا ما تمشي؟
علاش نسيب، علاش نحطوه خطأ؟ احنا في المسابقات يلزم الفرق بين المقام التعليم وبين الاختبار. اختبار هو ماهوش مقام تعليم. انا مثلا نعلم الاخت ما هيش قاعدة تبين في الحروف، قلها بين، هذا نقول والعصر مثلا يز هكا فهمت، لا غيري لا يقول ما دام ما قالتش مثلا والعصر فهذا خطا. واستغفر، لما أقول واستغفره صحيح ولا مش صحيح؟ صحيح. هذا خلق راهو مشي، تلقى مثلا واحد جايب في الحفظ ما غلطش بالكل، لكن علاش ما نجحش؟ رايح حاطين له 14 مثلا، لأن أداء ربما كان فيه ماهوش كيما الأداء اللي يحبه المحكم المعين مثلا. هذا نقولوا فيه يلزم احنا تصير عندنا مثلا دورات للمحكمين كما تفعل السعودية، يجيبوا في المسابقة نتاعهم الدولية محكمين من العالم الكل ويعملوا لهم دورة في مهارات التحكيم في الأشياء دي. كيفاش تقبل المدارس الأخرى؟ لازمكش تكون مثلا بني. أنا مثلا يقول وجاءت وأنا محكمة نحسبوش خطأ، نحكي على نفسي، غير يحسبه خطأ مثلا. علاش خطأ؟ ثم مدرسة مقروء بها فهمني، علماء الزيتونة على مر التاريخ كلهم يقولوا وجاءت، جي أنا أقول لهم لا أنتم غلطين كلكم، لا ما مش غلطين، أنا ما قريتش لك، أنا مثلا أقول وجاءت كمحكم ما نحسبوش خطأ. باش يقرأ لي شكون؟ يقول له لا أنا راني ما نقراش هكاك، ليش؟ لأني يعني أخون الأمانة، فهمت كيفاش؟ أنا ما قريتش وجاءت، غير يقرأ فلما نقري إنسان نقريه كما تعلمت، أما في مقام الاختبارات والمسابقات ما نحسبوش خطأ. صحيح عندي بحذا يظهر المحاكم يحطوا خطأ مثلا، شفتوا الخلاف كيفاش؟ هذه مشكلة فعلا. ولذلك تميز الإنسان يكون مطلع على هالمدارس هذه باش يعرف به. قال واحد أنا كي نقعد باش نعمل اختبار نخزر للجنة، شوف كانوا هما قاريين في الشام نقرأ لهم كما كانوا هما توانسة نقرأ لهم مني، شوف المحكمين ونقرأ. لازم نقبلوا هالمدارس هذه. الشيخ لندري صلى بينا العشاء أو المغرب وقتها أنا في المسابقة، قرأ غير المغضوب عليهم ولا الله، هكذا ولا هكذا ولا الله. قولوا له انت غالط بنروح شدارك، لا شوفوا مشايخ اللي قرأ عليهم، أقدم واحد توا في الساحة وقرأ على عديد من الشيوخ وغيره، حتى بعض المشايخ قرأوا كانوا يقولوا ولا الضالين. هنا غيروا شوية، ما نعرفوا هذا كله نعرف. كان الشيخ لنداري متمسك قال لك أنا هكذا قريت بيه وهكذا قريت بيه على مشايخ مغلطها، وانا حكمت مع الشيخ لنداري في المسابقه، والله هذه الاشياء اللي يحسبها خطا ما يحسبهاش خطا، ماهوش متعصب، اما هو يقرا كيك انت قول ولا الضاء ويقول الرجيم هكا تسمعها، لكن نحترمه وما كانش يحسب اخطاء في الحقيقه. متسابقين قرا كيك يقول لك هو قرا على شيخه هكيك، شفت هذه حاجه تعجبني، اما التعصب لا. كيفاش واحد ما غلطش بكل مثلا في الحفظ تعطيه 13 في الاداء ولا 14 مثلا، على خاطره مثلا ما بينش الحل، حط لك ملاحظات، لم يبين مثلا حرف الصاد، لم يبين حرف الزاي، لم يبين السين، انا تلاحظوني وهذا تعلمناه الحقيقه، انا مشايخي يعتبروا مصريين، الشيخ المصري ولا الشيخ الحفيان ولا الشيخ المظفر ما عندهمش الأشياء هذه. طيب إن شاء الله وعدنا الشيخ المظفر مش يجي ويسمع لكم في حصة، طيب تسمعوا الشيء هذا ما عندوش ما يحبوش عادي، يحب يكون ماذا يقول بسم الله الرحمن الرحيم، شيخ ما يخليكش تقرأ عليه. أنا بالحقيقة لما كنت من لون نقرأ عليه كبيت نقرأ، قال لي إذا كان تقرأ بالقرأة دي ما عنديش ديك وقت، أنا نحكي على نفسي مش غيري يحكيوه، أنا كي قريت له هكا قال لي إذا بتقرأ هكا أنا ما عنديش لك وقت، فغير لي نمط القراءة الكلي، فهمت؟ لا ما يلزمش، فهمت؟
أنا أقول المدرسة هذه يتعلم بها الإنسان لكن لا يقرأ بها فيها المحل. مثلا بالله يقولوا لي متسابق باش يعطوه 5 أسئلة مثلا، هو يلزم يقول بسم الله الرحمن، كيفاش ينجمهم زعما يكملوها؟ ماذا تبي السؤال الأول ما عادش يلقى روحه ويتعب. هذه الإنسان ياخذها للتعليم باش يتعلم، مثلا من بعد يقرأ. الدكتور كمال قد سمعت له كيف يقرأ شام المدرسة الشامية، كان هكا سبحان الله قراش هكا عندوش تعش مبالغ فيه. فهذه الأشياء يجب تعرفوها باش يميز الإنسان المدارس. إن شاء الله المحكمين ما عادش ولا عندهم العصبية هذه، خاطر يتظلموا ثم متسابقين يتظلموا في الحقيقة، وإحنا ما نحبوش الأشياء هذه تصير. في مبالغة مش هي من يقرأ بها، هي المدرسة الشامية على العين والرأس، لكن اللي يقرأ ويبالغ. أنا قلت لك كنا في تركيا وكان معنا الدكتور أيمن مسافرين جنبا إلى جنب، سألته على الأشياء والله يضحك. قال لي ما قلت له رأى ثم شكون يقول مثلا والعصر؟ أنا سألته مني لي حق الدكتور أيمن، قال لي لا، قال لي هذي الطلبة لما يأتون من أماكن مختلفة هو يقرأ على الشيخ، ربما يقول والعصر مثلا، فالشيخ يبين له يقول والعصر مثلا، فهو ينطق. احنا ما ننسبوش الاخطاء للرموز، دكتور ايمن على عيني وراسي استاذنا الكل وشيخنا الكل، احنا ننسب الاخطاء لمن نقل فقط، اما المشايخ ننزههم، الشيخ كريم راجح والشيخ دكتور ايمن رشدي سويد ولا غيرهم، هذوما ائمه اعلام، لكن ما يقراوش بالمبالغه هذه. حك عنده برنامج تعليم الدكتور ايمن مثلا، لا ما تفرجوش على الدكتور ايمن قديما تفرجوا عليه الان، هو بيجي يقول الكلام هذا، تفرجوا على الدكتور ايمن في المباشر كل يوم ثلاثاء تقريبا قناه اقرا، تفرجوا عليه تو ما تفرجوش عليه قديما، هو يقول هذا الكلام. الانسان ديما هو يقول هذا الكلام مش كلامي. دكتور ايمن في التسعينات وقت اللي كان كذا قال تفرج على نفسي استغرب كيفاش الان ليس اداء كما هو الاداء الاول، هذا كلام الدكتور أيضا. وهذا أول إنسان يقبل موجودة يتفرجوا على الأداء بتاعه يقرأ ثمن يستخرج منه الأخطاء ويستقبل المكالمات ويقرأ عليه أنحاء العالم الكل، ثم يقرأ عادي ما ينبهوش يقولوش لازم انت هكا موجود كل شيء موثق ساعة كاملة تسمعوه كذا يقرأ عليه من العالم الكل، تقرأ عليه المدارس المختلفة وما ينكرش عليه الحقيقة. لكن الإنسان ينطل على المشايخ لابد أن يكون أمينا. أي سيدي توكل على ربي. بسم الله الرحمن الرحيم، كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون أيوة. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم أيوة. وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني عندك مشكلة في المدود الطبيعية أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين
وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن. كيفاش؟ وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم. صحيح. وما النصر إلا هاك النصر تمشي ولا ما تمشيش؟ تمشي. في واحد يقول وما النصر إلا نصر إلا الزوز يمشي لكن ما تذكرش عليه أنا اللي قلت ومن نصر إلا سليمة بإذن الله. أما يزمني يقول نصر إلا مش خطأ يتحسبش خطأ هذا. ومن نصر إلا من عند الله عند الله إلا من عند الله والله إن الله عزيز حكيم. الله عزيز حكيم. صحيح. إذ يغشيكم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء وينزل عليكم من السماء تمشي ولا تمشي لما يقول من السماء من السماء من السماء من السماء تمشي وما هوش خطأ وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم وليثبت به الأقدام ويثبت به الأقدام. هذا كسم بارك الله فيك. أهم ملاحظة هو الموجود الطبيعية ودي بالك منها فقط. آي سيدي اللي بعده اللي بعده الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله. زيد شوي. شاقوا الله. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. صحيح. وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. ذلك وأن الله ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا وأن ولن تغني مرة ثانية ولن تغني
فئتكم شيئا ولو كثرت تعاودي ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع الصابرين مع المؤمنين أيوة. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. أحسنت بارك الله فيك شكرا جزاك الله كل خير. بعد إن شر الدواء أي صحيح إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره بنا رقب وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا إن لا تخونوا الله وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. يكفي بارك الله فيك شكرا أحسنت. ثم غير الأخير يا مرحبا. وعليكم السلام. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين.
وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء يوتنا بعذاب أليم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما كان صلاتهم عند المسجد البيت إلا بكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. قل للذين كفروا وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. بارك الله فيك، يعطيك الصحة، جزاكم الله كل خير. القرآن يدفعنا للعمل به، وأفضل العمل بالقرآن الكريم أن نتصدى إلى هذه الحملة التي يريدون تمريرها في الأيام القادمة. رأى كل إنسان فيكم مسؤول أمام المولى عز وجل لو يرضى. كل إنسان يتصدى لها الشيء اللي يحبه، معناتها يفرضوه على شعب مسلم. كل لا مش تخرج، في طرق أخرى. كل إنسان حتى يسجل فيديو على الفيسبوك، تو الحرب كل على الفيسبوك، يسجل أنا ضد هالقانون هذا. تو مشكلة يقولها رجل كما تقولها امرأة. لماذا؟ هي تدافع عن هذا الشرع، لأنها تقرأها في كتاب الله يوصيكم الله في أولادكم، واللي نحن له نقرأ فيه. إذا كان نحن ما عندناش استعداد لتطبيقها، ما نسكروا المصاحف والروب على أنفسنا. إذا كان إحنا توا القرآن يدفعنا للعمل به، ما هو العمل؟ هو رو اختبار لنا الناس كل، اختبار للكل. لذلك إحنا توا كنا نقرأ فيه: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول، تخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. هذه حدود، يعني فصل فيها القرآن وفصل فيها المولى عز وجل. حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما فيش اجتهاد للنبي في مثل هذه القضايا، هذه جاءت مفصلة من عند الله عز وجل. يوصيكم الله، مش محمد، يوصيكم الله. وبعد يستفتونك، وأن قيل في بعض الروايات أن آخر آية نزلت هي يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها الآية. هذه قالوا آخر ما نزل من القرآن في بعض. فلذلك الأمر دبان منه كل إنسان، خطر هذا أمر والله يتحاسب عليه الناس كل، مش سهل هذا، مش سهل.
ويحب يتمرن كان في بلاد مش فاهم حملة وكذا، الإنسان يرد باله، اختبار للكل، والله اختبار للكل، اختبار وغربلة في نفس الوقت، وغربلة في نفس الوقت، ليميز الله الخبيث من الطيب، وكهو الله والغرب أعداء الأمة من الخارج ومن الداخل. تلاعب بآيات الله يا رسول الله، وفي أشياء تخرج الإنسان إلى الكفر كنا نقرأ فيها يا أخي. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. مش استهزاء هذا، إحنا قرآنكم وآياتكم، إيه كي آياتنا قرآن، ما عادش تحتفلوا بالمولد أنتم، ألوها ماشيين وتصليوا وتقرأوا وليجي، وعلاش تحلفوا على المصاحف تأدية اليمين ما داموا القرآن؟ إحنا نحى أخويا ما عادش تحلف بالمصحف، مش شد ما نعرفش أنا وزير ولا شد معتمد، لا تحط المصحف وتحلف، نحى المصحف ما دام الراس الكبير يقول قرآنكم ونحيوهم، نحيوهم حكاياتكم ولا حكاياتنا. استهزاء مش استهزاء يا أخي، استهزاء واضح. لا تعتذروا قد كفرتم بعد، ما قالش قبل إيمانكم، يعني هذوما كانوا مؤمنين لطف وجاب لهم قد للتأكيد، قد كفرتم بعد إيمانكم، الآيات صريحة وهي صالحة، فالإنسان يرد باله خاطر كان يلقاه وقفة الناس، الشعب التونسي رافض هالأشياء هذه ويتراجعوا. هاي فرنسا وجبروتها وقوتها، شوف شو حصل فيها الآن، شفتوها وش صاير فيها، يقول لك الحداثة، شد المرأة هكاي البوليس يضرب المرأة بالعصا، وريت وقت المشاهد هذه اللي تدعي معناتها الحرية، نساء نساء مش بالخمارات، مرأة كبيرة شد يضربها بالعصا، بوليسية تضرب في النساء، همجية اللي عندهم هما يحبوا يهم. فالإنسان يرد باله من هالأشياء هذه، يقف لله وقفة، لأن يوم القيامة كلنا باش نتحاسب بلا استثناء. هي ملاقين الشعب يلوش كان على العلفة، ما يخرج كان نهار يتمس في كرش، هي يخرج على كرشك وزيد يخرج على دينك، الاثنين مع بعضهم، ما هكا ولا لازم هذه وهذه. وكان يلقاو الناس ساكتين يتمر، مش مازال تو هو عمل مازال كان في المجلس نواب الشعب، يعني اذا كان هما صادقوا عليه ولا كذا مشى مشينا فايت، وراه باش تزيد ضغوطات ويعمل وقتاش هما تو هما يخليوه في الوقت هذا باش يشوفوا ردة الفعل. احنا راقدين نضرب ونشخر، وعلاش يخليهم في الوقت هذا باش يشوف كان لقاو ردة فعل الناس رافضة، فهمني؟ وكان لقاو الناس ساكتة تعبت، يلزم خاطر هذه بلاد مسلمة حبوا لك، إذا هم يحبوا يخرجوا من ملهم أحرار، خليوا الناس يخوي على إيمانهم على إسلامهم، عملنا نشوشوش على الناس، فهمت؟ هم يحبوا يكفروا ويخرجوا من الإسلام هم أحرار، أما الشعب هذا كله مسلم، ما عندناش نحن، كل الشعب التونسي مسلم بإذن الله، إلا فئة لا تمثله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، سبحان ربك.